لا الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدابها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح إن هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت اتبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي يا بنت انتويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي العين الكبيره قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا يا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمتوا رقبتك يا خال. ما تزعلش مني، هي محشورة في زور، أصلها واقفة من ساعتها مش عارف أبلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليلة يبقى أحسن برضو. ماشي يا حاجة، ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضل له تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق، وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امرك. وبالنسبه للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاته. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحده بتجيلك هنا اسمها مطره، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطره، دي ست كريمه وايدها فرقه. أفندينا له مصلحة عندها وقصده، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله، عيني عيني، أنا تحت أمرك يا ست شوق. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارميه لكلاب السكك. طب بالراحة، وطي صوتك بس، انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي يا رمانة.
وسخ معايا على الاخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغايه ما اوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس. ده ركب ودلد الرجليه يا ماما. ده بقى زي ظله، معاه في كل حته. ودي اخرتها. عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا. وحيات امه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا اخويا واقعد لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبيه دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، انا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد. رماله انفذ ايه بس؟ مش لما اعرف الاول هتعرفي كل حاجه. بكره عدى عليك الظهر هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحته دي حته صومعه، تبقى يعني استبن القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الايام وزهقنا منها، ولو اننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنه طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكره فيه اهانه جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرف زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه. بتقول لك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، ايه؟ دي لسه على المحارة ولسه بدري قوي على الروماتيزم. ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يوه راح فين؟ يا معلم يا سيد الناس. يا دي النيله، طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش. يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، ده الدهن في العتاقي. انا بس عايز مؤاخذه، جاي المعاليك